أضخم برنامج بين طلاب جامعات مصر في البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال بتمويل ودعم يصل ل 100 مليون جنيه. على 5 دقايق احنا بنميز عنهم ان منتجاتنا طبيعية 100%. الماركت المحلي اكتر من 100 مليون دولار. ان شاء الله نكون منتزين في جنزي. فرق كبير قوي بين الجرادويشن بروجكت وفرق ان انا نازل كبزنس في السوق. بقى طول عمري مهتمة بمجال ريادة الاعمال، بصراحة نفسي ابقى سيدة اعمال، فده اللي خلاني اشارك في مسابقة جنزي. بقالنا 2 أسبوع شغالين. احنا ما عندناش اوبشن تاني ان احنا نخسر، احنا لازم نكسب. احنا بنقسط 2.5 مليون جنيه. طبعا مفيش حاجه اسمها نو ريسك، اكيد في ريسك. وعندنا ثقه في نفسنا والثقه هتخاف مننا. فانا حطيت 2 منافسين هما بيعملوا منتجات شبهنا، بس انا متميز عنهم في جزء السمارت. ما سالنا على التكلفه لقينا بيعدي من 7 ل 10,000 جنيه شهريا. ويلكم تو جين زي. وانت اهل المرحله الجايه باذن الله. فأنا كده كده مستفيدة من جي. احنا بقالنا سنة بنحضر في المشروع متوقعين النهاردة ان شاء الله نكسب. احنا جايين جين زي تحقق حلمنا. احنا جايين جين زي عشان نكسب. جين زي تحدي الجامعات.